حسينك جانم امشب با زبان علی مرتضا با خدا مناجات کنیم که تو مسجد کوفه می ناله می زدش می این جملات و زمزمه می اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واسالك الامان يوم يرد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا واسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والد شيئا إن بعد الله أكبر وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ما الأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فأسألك الأمان يوم يبرد المجرم لو يفتدي من عذاب يوم يذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفسيلته التي تؤمن ومن في الأرض جميعا
ينجيش. کلام نه هرگز نجات پیدا نخواهد کرد، انها لذا نزات الشوا. مولای یا مولا، مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد، و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک، و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای، انت العزیز و انا الذلیل، و هل یرحم الذلیل الا العزیز. مولای یا مولای، مولا مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق، و هل یرحم المخلوق الا الخالق. مولای یا مولای، انت العظیم و انا الحقیر، و هل یرحم الحقیر الا العظیم، و هل یرحم الحقیر الا العظیم. مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف، هل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي، أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي، أنت المعطي وأنا مولا جانم، و هل یرحم السائل الا المتین.
أنت الحي وأنا الميت وهل يرام الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرام الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد. مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي. مولاي يا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مولاي يا الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيئ
وهل يرهم المتهجر إلا الدليل؟ مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرهم المذنب إلا الغفور؟ مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرهم المغلوب إلا الغالب؟ مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرام المربوب أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرهم الخاشع إلا المتكبر؟ مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك، فارض عني بجودك وكرمك وفضلك، يا ذا الجود والإحسان والتود والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. حسین جانم، حسین جانم، خدایا به امشب بچای علی هممونو ببخش، خدایا به عشق چشم حسنین علیهم السلام، به عشق چشم زینبین، خدایا فرج امام زمانمون برسان.